سيصل المصور قريباً، هيا لنستعد. هاي، لماذا لم نظهر في أي منها؟ إنه يوم صورة ولدينا. ذلك القط ليس ولدي. انتبه إلى خطواتك أيها الهر، إنه يوم الصورة، وكالعادة أنا أخطط لأكون النجم، لذلك لا تقم بالمشاكسات، فهمت؟ لدينا مشكلة. ذاك الكلب، سأكلم المزين. يا جيري، لن يعرف أحد إن ظهرت متسخاً في الصورة. عادة أسمع الأصوات حين أكون في هذه الغرفة. مساحة كبيرة جدا هنا. سأريك المكان. إن سمعت صراخا صباحا فلا تخف، إنه الكائن المخيف، إنه يخرج في هذا الوقت. حان الوقت لاستخدام المعدات المهنية لإثبات أنها خدعة، ليس هاويين. ستسمعه، نعم ستسمعه. أسمع السلاسل بعد الصراخ دائما، صدقني. كلينغ. أحب رحلات الطريق، سألتقط صوراً كثيرة جداً. لا أصدق، نسيت أن أحزم أشيائي. Bye.
أفضل. هيا بنا. انتبه من المسخ اللاصق. لا تقلق أيها العم جيري، أنت لست المسخ اللاصق. واو، كم أن أسنانك كبيرة. أوه، لا يبدو الوضع جيداً. لا لا، ليس جيداً إطلاقاً. افتح فمك. لم يفرك أحدهم أسنانه. أعتقد أن لديك فجوة أو اثنتين أو ستة أيها الهر. رغم أنني أود إيذاءك الآن، لكن علينا ألا نقع في المشاكل. راقبهما جيدا، لن أسمح لشيء بإفساد عطلتي الأولى. صوب مرة أخرى. تبدأ هكذا وتنتهي هكذا. أخرجني من هنا فورا. تمازحني؟ لسنا مضطرين لأن نكون صالحين. Thank you.
انظرا أيها الفتيان، والآن لنذهب ونوقع قطة في الفخ. سألحقك فوراً. ماذا؟ أنت لا تحب المرح جاري؟ هيا انهض الآن أيها القط. هيا قل عمي. قلها على طريقتك أيها القط. إنه ليس الكافيار لكنني سأتناوله. أيها الفتيان، أترغبان في توصيله؟ لن أكذب عليك أيها الهر، هذا مؤلم. اسمح لي أن أثبت لك. حسنا مرحبا. إنها الجبنة اللذيذة. تتظاهرين بصعوبة المنال. أمسكتك. أتظنين أنه يمكنك الإفلاس؟ أوه جاري، لقد أخافني كثيرا. أعتقد أنني انتهيت. لماذا؟ أوه لماذا أيها القط؟ كيف أمكنك ذلك؟ ما الأطفال نهار؟ الجو مظلم كثيرا. لقد مات العم جاري. ماذا تفعل؟ إنها تمطر بغزارة. سأصلح هذه الشقوق. ما الأمر أيها الهر؟ فتح المظلة في المنزل يعد فعلا سيئا. ألا يكفينا ما عانيناه نحن؟ من المصاعب تحت المظلة. انتظر قليلا. انتظر قليلا، ولكن كيف تمطر في الداخل والشمس مشرقة في الخارج؟ بالتأكيد خدعناكما.